السلام عليكم ورحمة الله البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اش كتعاودوا؟ المهم نتمنى لكم تكونوا كاملين على خير وبخير، ونهاركم مبروك ان شاء الله. هذا النهار بغيت نشارك معكم واحد الطاجين بالدجاج والخضرة ان شاء الله بإذن الله، وان شاء الله تشهيت على تاني الصفة. غادي ندير ان شاء الله الصفة بالشعرية، ايوا ان شاء الله يكون الخير يا ربي. المهم نشارك معكم كاملين هاد المراحل هادو، وان شاء الله نتمنى انها تعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بواحد اللايك وكومونتير، وان شاء الله يا ربي الله يسهل عليكم كاملين. يلا البنات ندوزو دابا المقادير ان شاء الله باذن الله. المهم البنات انا دابا نعرفكم على المقادير ان شاء الله. عندي هنايا واحد البصله قطعتها رقيقه، عندي هنايا القزبر، عندي هنايا العطريه، عندي سكنجبير والفلفله والملحه والتحميره والخرقوم. غادي ندير واحد شويه تاع الملون الاصطناعي، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ماشي مشكل، ولكن انا كنديرو في الماكله ديالي. واخا تقولوا لك ماشي صحي ماشي صحي، ولكن انا كنستعملو ما نقدرش نستغنى عليه، كل واحد وكيفاش. المهم انا كنخلي الدجاج ديالي هكا، كندير الزيت سخن الاول، ومن بعد كنقليه مزيان ديك الزيت، هكا مزيان كنقليه مزيان، دابا غادي نزيد عليه البصلة، نخليه يتقلى شوية مع ديك البصلة، ومن بعد نزيد عليه العطرية. المهم البنات بعد ما تقلى الدجاج ديالي مع ديك البصلة، ديك البصلة هبطات، زدت واحد شويه ديال الملون الاصطناعي، المهم هكا. من بعد درك دابا ان شاء الله نزيد العطريه، نزيد العطريه ديالي كامله دقه وحده، خليه يتقلى مزيان فهاد العطريه ويشرب مزيان. انا كان ديما بحال اللحم بحال الدجاج، ديما كنخليه يتقلى مزيان العطريه ديالو، ومن بعد ان شاء الله غادي نروي ونزيد عليه الخضره ان شاء الله باذن الله. المهم راكم معايا دقه ان شاء الله نوريكم كاع لي زيتاب. المهم البنات راني رجعت معكم، ها هو الطاجين ديالي، شوفوا كيطلق الماء، راني ما درت فيه لا ما لا حتى شي حاجه، غير ديك البصيله والدجاج والعطريه صافي. دابا غادي نزيد فيه هاد نص معلقه تاع لاصوص طوماط، لاصوص طوماط حرك بعد ان شاء الله غادي نزيد الخضره ونوريكم كيفاش كاين. البنات ها هو الطاجين ديالو، الطاجين ديالي بعد ما صايبتو درت انا غير بطاطا وبطاطا قصبيه، يعني بطاطا حلوه وخزو ان شاء الله. من بعد غادي نزيد شويه الزيت. المهم البنات الطاجين ديالي ها هو، غادي نزيد عليه شي زويتينات هكا، واحد المزيود واحد الحرورة حارة، ونخليه يطيب على خاطرو. المهم البنات كما قلت
تكون غادي ندير ان شاء الله شويه صفه بالشعريه. المهم هي الشعريه نتاعي درتها في القصريه ودرت فيها واحد شويه الزيت، المهم بسبستها واحد شويه هكا في الزيت، ودرت القدره ديالي هنايا ها هي سخنات، درت فيها واحد العويد القرفه، واحد العويد القرفه غير باش يتلقى هكا الريحه فيها الداخل. المهم ان شاء الله انا غادي ندير الشعريه ديالي هنايا في الكسكاست فور التفويره الاولى، ومن بعد نخليكم معايا ان شاء الله دقه بدقه مرحله بمرحله. المهم راه كل واحد كيفاش كيدير الشعريه ديالو، انا راه الطريقه ديالي عاوتاني بوحدها. المهم ان شاء الله خليكم معايا. و المهم البنات بعد ما فرت الشعريه ديالي انا ما كنكبش عليها الماء، كما كندير عليها غير هكا شويه شويه ديال الماء وكنخليها تطلق على خاطرها، غادي نخليها تطلق واحد شويه ومن بعد نعاود عاوتاني نردها تفور. هي راه في الساكت دغيا كتطلق هكا. المهم نخليها واحد شويه ومن بعد ان شاء الله نقدر نردها تفور. المهم البنات هي بعد ما طلقت الشعريه ديالي دابا غادي نردها ان شاء الله في الكسكاس ونردها نرجعها تفور. هي شوف راه هي طلقات والله في دغيا كتطلع هكا، خليتها على حساب واحد 3 دقائق هكا في داك الماء، يعني واحد شويه الماء شرباتو وصافي وطلقات. انا ما كنديرش فيها الماء سخون وما كنديرش فيها، المهم كل واحد والطريقه ديالو، يعني كل واحد كيفاش كيدير لها. المهم البنات ها هي الصفه ديالي دابا صافي، راني ساليتها درت لها دابا هذه التفويره الاخرى. انا درت لها دابا 4 تفويرات، هذه التفويره الاخرى صافي ان شاء الله غادي نردها تفور ونحيدها وندير لها الزبده وسكر غلاسي ان شاء الله. المهم هذه هي التفوره الاخرى ديالها، دابا ردها انايا تفور وان شاء الله نكملوا باقي الزيت. المهم البنات هيا بعد ما المهم التفويره التاليه درت فيها الزبده، المهم غادي نحركها كامله هكا باش تذوب الزبده. ومن بعد ندير السكر كلاص، سكر كلاصي، المهم السكر كلاصي كل واحد الذوق ديالو البنات، يعني كاين اللي كتبغيها يبغيها مالحه، كاين اللي كيمي مالحه كاين اللي كيبغيها حلوه وكاين اللي ما يبغيهاش حلوه بزاف. و دوت فاصون هو راه ملي كنديروها يعني في الطباسل راه كنزيدو من فوقها السكر، يعني من فوقها السكر، داكشي كنقول لكم السكر على حسب كل واحد، يعني كل واحد الذوق ديالو.